أنس الكل، مرحبا بيكم في حلقة اليوم بيتين برعاية تونيزيا سيرفي. اقعدوا معايا بتشوف شنية مخبيت لكم الأبراج، ونبدأ كما العادة برج الحمل. نقوله نهار اليوم يخبي لك برشا فرص جديدة خاصة على الصعيد المهني، وعندها علاقة باتفاقات قديمة، وتلقى الرد الإيجابي من بعض المؤسسات. برج الثور، فما برشا تعب وإرهاق، أما أنت بعزيمتك القوية مواصل القدام، وأسرارك على النجاح حاجة حلوة برشا. نصيحتي حافظ على صحتك وبدنك في حاجة للراحة. برج الجوزاء، نهار اليوم نهار يبدأ بالموجات الإيجابية، ترتاح من جملة العراقيل اللي كانوا مقلقينك عندهم مدة، وتتغير برشا مواعيد والتزامات. برج السرطان، تنمي حس المشاركة خاصة على الصعيد المهني، وهذا يخلق جو رائع في الخدمة، وتحس روحك فرحان بالإنجاز اللي باش تحققه. برج الأسد، مهنيا الوضع يستدعي بعض الحذر، ما تخليش الهواجس والتخيلات سيطرك على طريقة تفكيرك. عاطفيا وضعك يتطلب برشا الشفافية لتوضيح بعض الأمور. نشوفوا برج العذراء ونقولوا تتعزز قدراتك وتلقى الحلول اللازمة لبعض المشاكل، كما تتعزز علاقاتك وتبدأ علاقة جديدة تعوض لك برشا حاجات. برج الميزان، استغل الأوضاع الإيجابية على جميع الأصعدة إلى أقصى حد. برج العقرب، تحس براحة نوعا ما وتستفيد من بعض الفرص اللي تنجم تدق بابك في أي لحظة. برج القوس، تستدرك برشا أمور وتحاول تصلح برشا حاجات. برج الجدي، أجواء مناسبة لمعالجة بعض القضايا، كما يقولوا فرق الرمانة وشعليك، الدعم موجود والمعنويات مرتفعة. برج الدلو، ابعد على أي حاجة فيها توقيع، الوضع مش ملائم باش تاخذ قرارات مسيرية، أما تنجم تواجه بعض المستجدات. نفوق برج الحوت ونقولوا فما تغيرات إيجابية تبعد عليك الهموم والمتاعب، وتخرج من روتين اللي كان مقلقك عنده مدة. كانت هذه حظك اليوم بيتين برعاية تونيزيا سيرفي. فكركم اللي أي شركة تحب على استبيان رقمي تتصل بتونيزيا سيرفي، وإن شاء الله ديما فرحانين. باي باي.